حدثنا علي بن بحر قال حدثنا محمد بن حمير الحمصي قال حدثنا ثابت بن عجلان قال سمعت أبا كثير المحاربي يقول سمعت خرشة بن الحر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون من بعد فتنة النائم فيها خير من اليقظان والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي فمن آتت عليه فليمشي بسيفه إلى صفة فليضربه حتى ينكسر ثم ليضطجع لها حتى تنجلي عما انجليت.